ازيكم شباب، انا كوتش مينا روبرت، وفي الفيديو ده هنتكلم عن البودي لانجويج واللي هي لغة الجسد. لغة الجسد لو انت حاولت تتكلم مع حد، هي 55% من اللي انت بتقوله عبارة عن جسمك بس. متخيل انت قد ايه البودي لانجويج مهمة قوي؟ فلو عجبك الفيديو من فضلك اعمل لايك سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال خش على الكومنت بار وانا تحت امرك ارد عليك في اسرع وقت. دلوقتي انا جايب لكم برنامج هنا اسمه ديتينج ان ذا دارك. ديتينج ان ذا دارك ده بيتكلم عن 3 اولاد و3 بنات بيخشوا اوضه ضلمه كحل، هما مش شايفين حتى يعني ايديهم. ف احنا بس بنشوفهم وهي دوسه زي ما انتم شايفين كده. فهم الثلاث اولاد والثلاث بنات دلوقتي قعدوا على نفس الترابيزه داخل اوضه ضلمه كحل دي، وقعدوا على نفس الترابيزه. وهنبدأ بقى نتفرج على البادي لانجوج بتاعهم ونشيل الصوت عشان نعرف نبدأ ناخد بالنا من الحاجات دي اكتر، ونقدر نفهم معناها. يعني مثلا هنا كان في 3 بنات دول قاعدين بيتكلموا مع بعض. طبعا انا عامل دورية حمراء عشان تعرفوا انا ببص على فين بالظبط. في 3 ولاد وبنت دي اللي هي واقفة في النص عمالة تتكلم معاها، هتتكلم عن نفسها وعمالة تمسك في ايديها تلعب في ايديها. الحركة دي معناها ان انت متوتر، خايف الناس تشوفك بطريقة وحشة كده. طالما انت بتلعب في ايديك وانت بتتكلم عن نفسك، دي مش حاجة حلوة قوي يعني، بالذات زي ما هي عاملاها كده. دلوقتي مثلا ايه، الولد اللي في النص اللي هو الاسمر ده اول ما يخلص الكلام اللي هو بيقوله، طبعا عامل سلو موشن، هيقوم حاطط ايديه على الترابيزة ويرجع ورا. حاطط ايديه على الترابيزة دي معناها ان انت بتوري القوة ان انت خلصت الكلام اللي عندك وده اللي عندي. دلوقتي هشوف ان فعلا البنات لما بتبقى بتحاول تخلي نفسها شكلها حلو قدام الناس بيفضلوا يلعبوا بشعرهم حتى لو ما بيبقوش واخدين بالهم من الحوار ده. فدي بتبقى حاجه كده غصب عنهم بتحصل. يعني بص انا جايب صوره عشان تفهموا، وادي بص البنتين، انا عامل سلو موشن برده بس هي جت بسرعه. البنتين بيلعبوا في شعرهم يعني مش صدفه، دي اكيد مش صدفه. بعد كده نفس البنت برضو بتضحك اهي وتقوم اللعبة بشعرها لورا، ده معناه ان هي نفسها يبقى شكلها حلو قدامك حتى لو هي انتوا مش شايفين بعض، بس دي حاجه غصب عنها بتحصل لان البادي لانجوج عمره ما بيكذب. بصوا مثلا هنا اللعبه في السلسله بالظبط عامل زي اللعبه في الشعر بالظبط. فهي طالما بتلعب بالسلسله دي معناها حاجه حلوه قوي. هنا الولد والبنت دول قاعدين مع بعض، هم خلاص قرروا يقعدوا مع بعض لوحدهم. والولد زي ما انتم شايفين واخد وفارد ظهره قوي، ده حاجه حلوه جدا بالنسبه ان انت لما تفرد ظهرك لورا وتخلي البنت هي اللي تبقى تقربها لك بجسمها، ده بيبين ان انت عندك قوه اكتر. بمعنى ازاي؟ لما انت تبقى قاعد ورا وهي تبقى مرميه عليك كده بجسمها لقدام، ده حاجه حلوه جدا، معناه ان هي اللي بتحاول تاخد الطاقه بتاعتك اللي انت فاردها ديت. لكن العكس لما انت تعملها، ودي حاجه ما تعجبش البنات. بص هو الولد بصراحه وضعه يعني قاعد وفارد نفسه قاعد بيتكلم معاها وهي اوريكوا حاجه تانية بقى. بص هنا مثلا هما الاثنين دلوقتي باينين الكنبه، هي مقربه اكتر هو بعيد شويه. بس انا عاوز اوريكوا حاجه، الرجلين يا صديقي، الرجلين لا تكذب، القدمين بالذات. القدمين دايما بتقول لك كل حاجه حقيقيه يعني البني ادم ونفسه يعمل ايه وما يعملش ايه. يعني هي دلوقتي زي ما انتم شايفين قاعدين مع بعض، سوري القدمين نفسها محطوطه ناحيته، دي حاجه حلوه جدا، خدوا بالكم من الحاجات دي. دلوقتي هي البنت دي هتقوم ايه، هتلمسه اللمسه دي معناها لو ما تبقاش عبيط بقى. بصوا دلوقتي بتلعب في شعرها تاني، تمام. بصوا على الحته دي، الولد والبنت دول هما باين مش طايقين بعض في الاول. بص يا جدعان، لما حد يلعب في عينيه كده، لما يعمل كده يرش بصباعه ده تحت عينيه، البني ادم ده يا اما بيسمعك بتقول كذبه يا اما عاوز يقول كذبه وقالها وخايف انت تعرف ان انت بتحكي عليه. فلما بيعمل كده لما بيهرش في عينيه هو مستني، يعني هو عارف انت بتكذب يا اما هو بيكذب، تمام، لان هو خايف يبص لك في عينيه. دي حاجات كده متطوره. بص الحته دي بقى، هي حاطه ايديها على راسها وبص لتحت وباين على وشها ان هي متضايقه مش مستريحه في القعده. وهو بص تاخد نفس عميق ولسه يعني واضح ان هي مش مبسوطه في القعده خالص. بص على وشها هنا، دي بتحاول تقول حاجه، بتحاول تقول حاجه حقيقيه، بس بتحاول ان هي ما تبينش، ما تبقاش وحش بطريقه وحشه يعني ما تحرجش البني ادم من قدامها. بص لما مشي، بص هي مش مبسوطه.
يا جدعان انتوا، عاوز اقول لكم على حاجه، انتوا عامه لو عملتوا دي الحاجات اللي هي بتحصل دي، بمعنى مثلا ان انا قلت لك دلوقتي ايه، بص على الارض واعمل نفسك مكتئب، وحاولت تعمل تتخيل نفسك ان انت مكتئب بطريقه جسمك، هتحس ان انت مكتئب. لكن لو قلت لك قوم دلوقتي وافرد نفسك واديني كل اللي عندك وافرد النطه سوبرمان كده، هتلاقي نفسك في طاقه. فهو البادي لانجوج يعني بيأثر. دلوقتي هنا بقى في حاجه انا مش عاجباني، الولد ده جاب لها ورد، تجيب ورد البنت معناه ان انت بتحاول تشتري حبها بفلوس، وده غلط. حتى لو دي مش القصد بتاعك، بس المعنى ان انت قلقان ان هي مش تعجب بيك من غير لما تجيب لها حاجه، ودي الفكره غلط. فدي بتخلي شكلك وحش قدامها. حتى بصوا لما هو يديها الورد، شكرا جدا ليك، بعد كده تقوم شكرا طب خلاص ارمي في الزباله. يعني بص حتى على وشها، ولد عادي زي كل الولاد، كلهم بيجيبوا لي ورد، ودي حاجة مش حلوة. زي ما انتوا عارفين ان البنت لازم تحس ان هي تقعد تفكر فيك، ان هي اللي معجبة بيك اكتر من انت المعجب بيها. مش معنى انت تضحك عليها، بس ما تجيب لهاش، ما تجيبش لحد ما تعرفوش هدية. هي مش صاحبتك، هي مش خطيبتك، هي مش مراتك، هي مجرد انت واحدة لسه متعرف عليها. تجيب لها هدية ليه؟ عمر انت خرجت مع بنت اول مرة ولا تاني مرة وجابت لك هدية؟ صعبة قوي، صعبة قوي. فمن فضلك ما تبقاش غبي وتعمل حاجات دي، لانها بتفصل البنات منك. بص هو الولد بقى هنا ايه، قاعد معجب بالبنت دي قوي، قاعد يعني حتى بص هنا انا بجيب لكم في صوره، اللي حاطط ايديه على وشه كده، ده زهقان وطلعان دين امه. لكن اللي حاطط ايديه على صباعه كده على وشه ده قاعد مستني يعني. واو ايه كمان، ولون جسمتك كان لونه اخضر، واو ايه. وده قاعد بني ادم قاعد مستمتع جدا اللي هو بيسمعه. بص اهي، بص عليه. بصوا دي بقى البنت هتقعد تلعب في شعرها لبعد بكره من كتر ما هي معجبه بيه. بص عماله تلعب في رقبتها، تلعب في رقبتها، اها، وبعد كده تقوم لعبه في شعرها. طالما البنت بتعمل كده اعرف ان هي معجبه بيك. ركزوا بقى معايا في اللحظه دي. دول بقى في الوقت ده الولد والبنت هيطلعوا يشوفوا بعض، ودول اول مره يشوفوا بعض فيها خالص. فبصوا على وشهم لما اول ما النور يطلع عليهم، وعاوزك تقولي مين كان معجب بالتاني ومين مش معجب بالتاني. بص اول ما هي تطلع انا عاوزك تركز تاني من فضلك. يا ترى هو معجب بيها ولا مش معجب بيها؟ ولو سمحت رد عليها في الكومنت على طول. دلوقتي ايه اللي هتشوفه؟ قولي اذا كانت هي معجبه بيه ولا مش معجبه بيه. هل ده وش معجب بيه؟ ما هي معجبة بيه؟ ولا لا؟ ولا وش وحش؟ لو عرفت الإجابة خش في الكومنت لو سمحت. هنسميهم واحد، هنسميهم فريق واحد واتنين وتلاتة. قول لي واحد واتنين تلاتة كانوا معجبين ببعض ولا لا؟ وإزاي عرفت بالبادي لانجوج؟ واكتبها لي في الكومنت. بص عليها. هي بقى بتبص عليها. طبعا كله قلقان بقى وطلعان ميتين امه ان هو اول مره يشوف البنت وهي تشوفه، قلقان قلق السنين يعني. هو ده واحد شبه واحد صاحبي. شفتوا هي عملت ايه؟ لو مشفتوش ارجعوا تاني وبصوا على وشها. يا ترى هل هو معجب بيها ولا هي معجبه بيه؟ جدعان لو عرفتوا الاجابه خشوا على الكومنت. بشكركم جدا لو عجبكم فعلا الفيديو ده، من فضلك اعمل لايك سبسكرايب، لو عندك اي سؤال خش على كومنت. شكرا جدا. ماستر اوف يور سيلف، هاف ا جريت داي. شكرا.